عيونه احتراما لأمك الهجنة إذا شيء، وبطريقه جاب له كم ولد. لطيفة؟ نعم. شو عم تعمل؟ عم سلم على الصبية الحلوة اللي عم تومي من بعيد. عم تومي لك من بعيد؟ وينها؟ هونيك لك يا اسم الله عليها مثل القمر. لك بعيدة شلون شايفها؟ شايفها؟ بتعرفي؟ هيدي أول مرة بتسلم علي، مع أنه كل يوم بلتقي فيها بالدكان أنا عم بشتري الجريدة، ولا كلمة ما بتحكي شيء، بتستحي مني، يمكن بتستهيب وهرتي، بس هلأ لأنه من بعيد عم تسلم علي مرتاحة. مرتاحة؟ وينك؟ انت بدك تثبت للناس انك مجنون واهبال ومصروع، يعني لازم تثبت لهم هالشي. شو هالحكي؟ لك شو هالحكي؟ هيك بدك تثبت لهم؟ ما بصير، فكروك بنوب. لانه بتسلم على البنت. لك شو عم تسلم على البنت؟ لك هاي عم تنظف ازاز البيت تبعها، عم تلمعه، انت مفتكر عم تأشر لك؟ لولح بلش صرتي عليك. خود كفي عنك. قدرت تاكل كل هالاكلات على بكره الصبح من قبل الضو؟ حياتي، مثل ما قادر اتقبل مجيات امك لعنا يوم الاحد قبل الضو كمان. يا قلبي، انه مين جايب سيره امي هلا؟ عيب الشوم عليك يا ديعانا، ما بتحبك، بتقعد تطبخ لك كل الجمعه وبتجي لعنا محمله بس كرمال انت تكون مبسوط. امي قال لك مبسوط؟ مين قال مش مبسوط؟ بس انه كنت منبسط اكثر لو هالشيء هيدا عند اياتك انت يا حياتي. ايه بس حبيبي عيونه ايدك اجري شيلا شلناها. انت ملاحظة على حالك كيف عم تصديني دايما؟ انا؟ معقول انا صدك جميل؟ لا شرحيلي لكان ما كنت دايل احالك فنجين القهوة تكركبوا على الطاولة. بلا سألتك هلا انه بستحي. بتستحي دندن؟ انت بتستحي؟ ومعقلة كمان، ولمعلوماتك أنا ما بلشت صاحب إلا من بعد ما نحن تجوزنا. شو قلت؟ هالحب رب هيك حب شو مبهدل. صار لي 40 سنة عايشة بهون. العسل اللي عم يعمل لي يا مجد. الله يسامح أهلي اللي بلوني بهيك مجد. قال مجد من جامع المجد من أطراف. يعطيك العافية ما بيقول لي. شو ما شبعتي نكد هالمية وسنتين سنة اللي فلشتي فيهن البشرية؟ مرحبا مرت عمي، رغم كل شي لساته قلبي عليكي. هلا صحيح انتي مثل ابنك شريرة،
ووشك ما بيطمن بنوب. ستي بس بدي اطمن عليكي، الشيطان اللي ناتعك طفشتي من جهنم ولا لسه؟ يا عيوني كله بالنظرات. يمكن ها يمكن لازم ابعت لك مجد حطيه تحت خصرك بجهنم الحمرة اللي تنتعك وتنتعو تربي بها العيون. عن اذنك حماتي بدك تعذريني للحظات قليلة، لا تآخذينا. بدري الدجا بدري الدجا. من شابه امه فما ظلم. عن اذنك. ليك جميل انا كنت عم لا 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 الجملة قبل شو قلتي؟ ولك منيح هلا عم بمزح. ما تمزح قبل بهالموضوع بمزح. لك اسكت شوي خليني احكي روح. كنت عم فكر انه ليه نحن انا وياك ما بنكون فريندز. فريندز؟ ايه فريندز عادي يعني اصحاب. هلا انا جوزتك كرمال نكون مع بعضنا اصحاب عادي؟ لا انت الصادق، انت تجوزتني لحتى تعمل لي حياتي جحيم. انا جوزتك حياتي كرمال نعمل امور من وقت للتاني مثل كل الناس. كرمال تعمل امورك ببلاش من وقت للتاني. ببلاش بشك فيها لانه صرت مكلفتيني قد بقر الجحا صراحه. بتعرف شو؟ ما رح شيرك اصلا. انت شو بفهمك بالنسوان لحتى تقدر قيمتي؟ قيمتك لا يعني، بس انه صراحه بعرف قديش سعرك. معقول هذا اللي عم بتقوله جميل؟ يعني بالشوم عليك عن جد انك بلا اخلاق. لحظه 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 لك سؤال وجاوبين عليه. في شيء بيجيكي مره بالشهر وبضاينك اربع ايام شو هو؟ ومقرف كمان. ولك عم بحكي عن محاكي. لك منيح هلا، شو بك عم تحلش بحالك مثل النسوان هيك؟ خلص انسي انسي يا اختي. هيدا كله جدل بيظنتي ما له طعم، منك مثل لوح الثلج. انا مثل لوح الثلج؟ لا انت فرس جامي، منك مثل الكون ما بتنهزي. فقدتي عقلك دندن؟ لا جميل، انا عم بنهز. أكيد شو تعبانة بحقهم. يلا لحظة حياتي لحظة. وشو بحبون تيت؟ يلا لحظة سال يلا حبيبي. هاي حبي دقيقة سال دقيقة. يلا حياتي يلا. هاي حبي. هاي حبي؟ لك ساعني أعني برا وهاي حبي؟ سال صراحة بغطيني حياتي. ليه جيتي بكير؟ خطك ليش شو كنت عم تعمل حضرتك؟ ما عم حياتي يعني شو عم احضر فيلم بورنو مثلا يعني عن جد بتضحكي. بضحك. طب في افهم ليه مقفل بالجنزير طالما هالقد بضحك؟ ليه مقفل بالجنزير جد؟ يعني مش صاير لك اليوم رح بتجنني؟ صاير لي صاير. هيدا ما عم تسمع اخبار؟ ما عم تشوفي قد ايه في غرباء بالبلد وسرقات وقتل؟ ليش شو في شيء ينسرق بهالبيت غير شخصك الكريم طبعا؟ ايه صار حياتي مش هون مش هون هوني. يس هيدا مطرحي. بعدين شو بو شخص الكريم؟ النسوان كلهم عم ينطفوا شعراتهم علي ومنهم صاحبتك نور. بشرفك. عفوا هيدي شو الريحة؟ هي ريحة كنت عم بتدخن. ما بك شي براسي؟ أنا أصلاً ما بدخن. هيدي التوستر. توستر؟ كنت عم أعمل ساندويش فيها واحترق. بالتوستر؟ يس بالتوستر وحطيت لها خل. خل؟ تتنضف حياتي لأنه فحمت. هيدي في افهم شو صاير لك أنت اليوم؟ صار أنا كتير تعبان وماني نايم كل الليل، كنت عم بحاول خلص نص السيناريو. هذه هيك القصة. حياتي جادو بعرف انك تعبان ومضغوط، كرمال هيك جبت لك كم دي في دي لتنقي منه. دي في دي؟ حياتي انا عم بعمل افلام للعالم تشتريهم، مش لاشتري افلام العالم. هل عم تحط حالك بمستوى وودي الن ومال بروكس بدل ما تتعلم منهم وتاخذ افكار؟ اخذ افكار؟ ايه تاخذ افكار؟ ما
مان انا ما ناقصني افكار، انا مشكلتي انه العيش اللي معيشتيني اياها حياتي ما عم بيكون معي وقت ليجي الوحي وحطه اوراق، هيدا اللي ناقصني. هلا صار الحق علي. كيف بدي كان اكتب مشهد غرام وينزل لي الوحي من بعد ما يكون لي 3 ساعات عم لمع الحمامات؟ هي بسيطه، انت وعم تلمع الحمامات مشي الحنفيه وتخيل حالك عم تكتب على شط البحر. عم تتمسخري؟ لا عم بحكي جد، لانه انا مش قادره. هي 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 100% معك حق، انا هلا اجاني الوحي فايت اتحمم. يتحمم ايم يتحمم قليل الخصيه، شو خرجك شغل؟ وين وودي؟ طبعا مثل العاده. السلام عليكم. وعليكم مثل ما ذكرت. شو بلاقي مشقرق؟ طمني كيف كان مشوارك؟ منيح، التقيت بيوسف بالدكان انا عم جيب الجريده. يوسف؟ مين يوسف؟ ايه تذكرته. طمني لساته عم يمشي على اجرتينه ومشبشب وصار عنده ولد. شو معجزه انه يجيب ولد؟ القرود العفاريت الحيوانات بتفقس ولاد. ليك امك جابتك انت واختك سواتين هيك لكان، بس ابنه ليوسف عمره 4 أشهر. إيه ما شاء الله حوله، ما شاء الله حوله، برافو والله، قلبه واسع كتير. شو جايبه بالتبني؟ لا أجلك، بالتفقيس. لك حاجة بقى شو هالحكي؟ يوسف تعرفه من أيام الفراعنة، شلون بده يصير عنده ولد عمره 4 أشهر؟ بس بعده مشبشب وعارف حاله شو عمل. لك غريب عنه أنت ليوسف؟ لك ما بتشوفه وقت بيقعد قدام دكانته على الكرسي مثل غسالة الأوتوماتيك المهرهرة المجنزرة بيرج كله سوا؟ بس هذا الفرعون يلي بيهزز مثل الغسالة المهرية بدل ما يبلي حاله بكيلو باترة محنطة، حل حياته بحبة ملبس عمره 25 سنة وجابت له ولد مثل الملاك. لك نحن هلا شو بدنا بالعالم؟ بتجيب له ملاك، بتجيب له شيطان، بتجيب له قرد ملفلم، ما دخلنا. لا تنم على حدا. أنا رايح أتسطح. أروم مع السلامة مهونة، نومي بلا قومي. خربيت قلبه نهرجال، ما في إلا ببيضه. لك أو أقوال بدون أفعال. لك ليش هيك أنت بتخربت الأقوال؟ اسمع، مو بالكاف، مو أقوال، أقوال بدون أفعال. مثل جارتنا نانو. إيه هرجال شو سائلين، كلمة ميرسي ما بيقولوا. من بعد خاطرك في مجال تشوف اذا البورتمونو تبعي موجوده بالجزدان تبعيك؟ بجزداني انا؟ ايه بجزد، ما تطلعي فيه هيك برزيلي بعيونك مثل الفراشه. ايه بكفي الشنشطه تشنشطه من وراكي من عبكره. تفضلي. من وراي؟ سوري حبيبي، بس اخذت امبارح لان اضطريت اروح على السوبر ماركت. اثنين كريدت كارد ودفتر تشيكات لعطيك اياهم، شو صار فيهم؟ شو بتركك بلا اكل يعني؟ ما حسابي فاضي. فاضي؟ حسابك وراسك فاضي. من جمعتين حاطط لك $3000 بالحساب، شو صار فيهم؟ اشتريت شراشف جديد للتخت، شو ما بدك تتغطى؟ $3000؟ وكرستين للبلكون، هيك حتقعد معك انت عم بتدخن سيجارتك برا. بـ3000؟ بـ3000 يا ظالمة؟ بدخن على الواقف، شو صار بالدنيا يعني؟
بتغطى بروب الحمام غيره. وجبت كم قطعه ثياب هيك حتى ما يزقوا عينيك لبرا. لك زقوا عقلاتي، هيدا اذا بعد في عقل براسي. 3000 دولار وشك بلا رصيد، ساعه وربع بعشقه السير كرمال غطيه. ولك منيح هالعش تحلج بحالك هيك مثل النسوان، كلها مره بالسنه ولو مره بالسنه كراسي وطاولات، وكل يوم بدنا نجيب ثياب كرمال نقعد نبرز قدام التلفزيون. وين صارت هاي؟ ايه حبيبي، لكن ضهرني فيهم حتى ما يروحوا على الفاضي. شكون ربك اني ماني مثل هدول نوع النسوان يلي بتككوا رجالهم على الرايح والجاي بكل مناسبه حق قطعه الماز. بليز بليز كوني مثل غير النسوان، على القليل هاي المناسبات بتصير مره بالسنه. مره بالسنه يا عمي، انت اللي عم بتككيني اياهم بيطلع قد حق خربع خواتم سوليتير. ايه ما بدي شفر لك اياهم على الدولار لهدول. شو صاير حنتوف؟ حنتوف؟ ما تكوني مفكرة حالك اخذ وليد بن طلال وماني عارف. يا ريت اخذ وليد بن طلال، على القليل هو كان عمل من قيمتي، كان انبسط بوجودي وبطريقه جاب له كم ولد حتى عبي فيهم وقتي تما اقضي شراية. لا حبيبتي بطمنك، الوليد بن طلال وفحشه بعد 3 أشهر كانت شفتيه صافي قدام صندوق الضمان الاجتماعي. اوكي؟ بخاطرك رايح احضر فوتبول مع حوشب. ايه بزيادة عليك. خير؟ شوفي هلا شو نسيت. إذا كان أذكى مني الوليد بن طلال بردك بعد 3 أيام عند أمي كلوريس مرتجع مع الشكر كمان. بخاطرك. ضياوي. بك شي جادو؟ سي حبيبتي حي عني كثير متضايق. ليه؟ ما هلك تعب تنطنط على البلاي ستيشن. شو خاصة لي؟ حس عندي دقات قلب سريعة حبيبتي. ما بك شي حياتي، هول أفلام البورنو والدخان، ومجيب لنا دي في دي من يلي نقيت لك ياهن. سري حبيبتي حس بتشيت برد وحاسس كأنه عم تطلع حرارتي، أصلاً عوارض مبينة إنه معي ملاريا حسب الأيباد. من أمتين الأيباد بشخص أمراض؟ حبي. سري حبيبتي عم أقول لك معي كل العوارض. إيه ما عليه حياتي، كلنا رح نموت مش بس أنت. بس لو فيك بس طويل بالك شوي صغيرة لنجيب ولد بالأول، ما تستعجل كتير. حبيبي عم بقلك معي ملاريا، بتقولي لي ما نستعجل؟ حبي الملاريا بأفريقيا، بأفريقيا الملاريا، هون ما في ملاريا. منيح؟ لا مش منيح سالي. سامع بالبرغش؟ البرغش حبيبتي، البرغش بهاجر. ايه بهاجر بالطيارة، بهاجر البرغش بس لينقل الملاريا لحضرة جنابك. خديني على المستشفى. فرجيني لشوف. ما علي حرارة؟ ما بيك شي حياتي، مثل القرد. ونفوت خد دوش مي سخنة وتعنم لترتاح، انت ناقصك نوم. بكرا نهارنا طويل، عنا عمادة ساشا. عمادة ساشا؟ ايه عمادة ساشا بنت خي. بدك تروح مثل الشاطر، حياتي جادو، حياتي. انو حياتي بدي روح على عمادة بنت صغيرة وقعديها؟ ايه بسيطة حياتي، ماكسيموم تطرق موتي بنص القداس ومن جنزك بطريقنا. حبيبي جادو حبيبي. يا لطيف خوفتني مثل عيوني الثعلبة. ليش هيك عم تبحلق فيني؟ ما في شيء، ما في شيء. لا في شيء، قول لا تستحي. لطيفة؟ نعم. تعرفي شو أكتر شيء بحبه فيكي؟ ما حصل لي شرف. شو هو؟ غريب. وأنا كمان. تصبح على خير. اتلاقي الخير. روح نام، نوم الظالم عبادة. Embarrassing it is to drive a car with a bumper sticker that says so many men so little time. But Ma, you don't have a license. I have a license. It expired years ago. I went down and had it renewed. Look, I absolutely forbid you to do this. Why? Because you drive like Mr. Magoo. I mean, I don't understand why suddenly out of the blue you decided to start driving again. I had a blind date. He's just legally blind. It's Mr. Pagnoli. He's good looking, he's a lot of laughs, and he can't see his own hand in front of his face. He's happy just as long as I brush my teeth. Sophia. Like Diana. لما يجوا قريبين بيي من الضيعة بتعامليهم بكل احترام إذا بتريدي. يي ليش عملت؟ استقبلتهم وعملتهم بكل تهذيب؟ أنا عم بحكي عن حالي، عن شخصي أنا.
وانت كمان ما قصرت. انه شو بدهم يعني اكثر من هيك؟ لطفا عم تعليها قصدها ولا شو يعني؟ ولك شو بك عم تحلش بحالك مثل النسوان؟ كله لانه طلبت منك ما تنفض بالمفضة الكريستال قدامون. كمان قلتي لي ما نفض بالكريستال؟ امتى قلتيها هاي؟ ما انتبهت لها. هيدي المنفضة حبيبتي جايبها من عند امي، بعمل فيها اللي بدي اياه، بكسرها بفرمها حر. يا ريت، بركي بتريحنا منها، منا مثل الدبابة اخذة نص الطاولة، فكرك كثير مبسوطة فيها انا يعني؟ احترمي المنفضة واحترمي امي اذا بتريدي. جميل، بحب ذكرك انه انت اللي كنت بدك تطحبش على المنفضة، وانا اللي مناتك وقلت لك ما تنفض فيها احتراما لامك الهجنة اذا شي. امي الهجنة؟ هلا امي صارت الهجنة؟ طبيعي. طبيعي، ما حردوقت عينك امي، قعدت لك عم نخيرك ومنا ناسي من زلعيمك والعمر طويل ان شاء الله. هلا بدي اقعد يحكينا عن امه حتى كوبس فيها كل الليل. لا طمني بالك عيني، ما رح اجيب سيرتها لامي تما تطر ايال بالعين. تصبحي على خير. من وين بدي يجي الخير؟ عائلة خوت لعن جد منه طبيعي. لا طبيعي، طبيعي عيني ومكتر كمان، بس مثاقبة، ما بدي اعمل قدام قرايبين امي انه عامل حالي جوز الست. اها هلا فهمنا انه بنظر الضيعه الرجال يلي بيحترم مرته بيكون جوز الست. والله لما مرته تعمله القهوه وتخبر عن براعته بجلي الصحون ما بعتقد انه هيدا رمز للرجوليه. ولا لا ست ديانا؟ وانت من اهله معقد. واياكي ثم اياكي تجيبي سيره المنفضه او امي اذا بتعملي معروف.